اهلا بحضراتكم من جديد. مكملين اخبارنا هنروح لكره اليد السيدات. كره اليد السيدات بيلعبوا برضو دوري السوبر زي الرجال بالظبط، وكان في مباراه طبعا امبارح مع مركز شباب ششت الانعام. ششت الانعام الفريق الاول لكره طبعا بقياده الكابتن يحيى يوسف، فاز 38 كره اليد، انا اسف كره اليد السيدات، فازوا 38-1، نتيجه كبيره قوي. وطبعا زي ما مش محتاج افكر حضراتكم، الفرقه دي كسبت كل البطولات السنه اللي فاتت. بس الحقيقه اللي عايز اتوقف هنا، الماتش كان اتلعب على صاله نادي العاب دمنهور. انا عايز اتوقف هنا، ودي رساله اتحاد كره اليد، ايه الاستفاده من نلعب مباراه تنتهي 38-1؟ مش قصدي نادي الاهلي الاستفاده، الاستفاده المتبادله. ايه اللي هيستفاده مركز شباب ششت الانعام انه يخسر من النتيجه دي، وايه المستفاده انه النادي الاهلي يكسب كده؟ الاستفاده تبقى اكتر لو لعبت مستويات قريبه منك. لازم نظره من نظام الدوري للسيدات، انا وجهه نظري كده، لازم يبقى في نظره لدوري كره اليد سيدات. ليه؟ لان فرق المستويات ده مش طبيعي. مش لازم اعمل دوري فيه 17 18 نادي، ممكن اعمله مجموعتين، دوري ا بس مجموعتين، مجموعه 6 7 8 فرق متقاربين، ومجموعه 6 7 فرق متقاربين. بس مفيش وجه استفاده ابدا ان المباراه يخلص 38-1، مفيش استفاده. لا 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 لا, لا مركز شباب ششت الانعام استفاد، ولا النادي الاهلي استفاد. طب ليه؟ هي دي رساله الاتحاد كره اليد، لازم يراجع الدوري كره اليد سيدات. كره اليد رجال ما عندناش المشكله دي، المستويات يعني حتى المعادي الماتش اللي فات برضو الدنيا قريبه، في هات وخد، وفي نديه متبادله بتخلص يمكن فرق كبير فرق صغير، بس في نديه. انما ما فيش ماتش في الرجال بيخلص 38-1. فدي رسالتي يعني، الخبر ده كنت محتاج اتوقف عليه.